السلام الله عليكم إخوان، ومرحبا بكم، وتحياتي للجميع في كانتي اللي غادي يكون في تيران ديال سانت مالو أو سانت مالو يا إخوان، فلين يدو ساتيام كورس بريكلودروجي، وغتكون في الدوزيام بروف مع الجوج وربع في الكلاس 4 في الهونديكاب دو كاتيجوري ديفيزي ريفيرونس ديال زائد 40.5. المسافة غتكون طويلة الإخوان، 2500 غازون كورد أدروا، يعني في الكورس السابعة. بالنسبة للخيول المرشحة كخيول أولية فافورية، كاين دوآن وكاين الويت غوتشاين، كاين رقم 6 هو الكاتريام فافوري، وكاين ايديال سونغ رقم 3، وكاين ديزير 7، وكاين 13 ليلي بيرد. على كل حال خوتي، كاين مجموعة ديال الخيول، غيكون أغلى الخيول غيكون فيها ناف فيليكس، وكيكون وينر دريم رقم 14، وغيكون موندين ني رقم 10 و4 و12، وهي غالية. المهم خوتي، راه الفافوري ديال الكورسا هو هاد العود اللي جرى لينا مع بعض الخيول في واحد الكاتيجوري اللي غادي نحسبوها جد ضعيفه، وجايبينو هو كعود فافوري. والعود اللي كان ربحهم هو ام النديم رقم 5، وكاين جوت شاين كذلك راه كان دار معاهم دوزيام بلاص، ربما دوزيام بلاص على حساب الشوفه اللي تنشوف دوزيام في 15000، وراه عود لي كيلي كما كتشوفوا. هو ملي كيفوت ديك 15000 اورو ما كيدير والو، هذا ما كان خوتي. كما كتشوفوا البري ديالنا غدا شحال غادي يكون؟ غادي يكون يا سيدي 15000 اورو في 2500. لي كاترون كاين دو سيس هما لي كاترون، وكاين العشرة موندايناي رقم 10، هما لي كاترون ديال لاكورس. وما تبقى الخيول ديال دي 5 اي بلي، 5 اي بلي. بالنسبه يا اخواني الكرام، مايكين هو اللي كان مشى لينا على الواحد العميداز، وكان مشى فافوري ب 5.8، وكان دار لينا دوزيام بلاص في ميلان. ربحات الكورسه كانت جات مول 32 مول 5 مول 37 مول 19 مول 5.7، يعني دو فافوري وثلاثة ديال لي زوت سايدر. ربما تقدر تكون الكورسة حتى هي غتكون فيها شي 13 ولا 14 ديال الخيول. هذا هو اللي المهم خوتي، انا غادي نختار وصافي، ما غاديش نقول لكم هذا راه ما كاينش ولا هذا كاين. انا غادي نمشي عند لي زوت سايدر اللي خدمتهم ووجدتهم وتايق فيهم. كاحسن عوده الخوت غيكون رقم 13 ليلي بيرد، انه من الخيول اللي هبط الكاتيجوري بزاف هاد الفيميلا ليلي بيرد، وغتكون غدا عندنا فقط ب 12، وهي دايره كاتريام سيزيام 0000. العود الثاني غيكون هو العشرة مونداي 9، غادي يكون في الاوتسايدر هاد العود الخوت، حتى هو غادي ب 19 حاليا غادي ب 19، وعندنا حتى الربعة اللي غيكون غادي ب 19، وعندنا الرقم 12 اللي دراغون. هادو هما لي زوتسايدر، مي الثقة غتكون عند الرقم 13 كعود يقدر يكون من الجوج الاولين على 13. وثاني عود اللي يقدر نقدروا نثقوا به هو العشرة مونداي 9، يعني عندنا اربعة ديال الخيول في الاوتسايدر، 12 13 4 10. هنا الاخوان بالنسبة لي فافوري دو 5 8 1 3 7 6، غادي نختار لكم لو ان 60 كيلو والسبعة اللي غيدخل في البروميير هونديكاب. ربما هذا عاود تا هو يقدر يكون الكانيو او لا دوزيام بلاصة السبعة هدا. وعندنا التروا انديان سونغ، وعندنا الرقم 6 ايشوغوني، هادو هما ما سيليكسيون ديالي، يعني ان تروا سات سيس
وعندنا 13 دوز 4 10 نتوما وي تشوفوا ديالنا الخوت. بالنسبه لي باز الخوت غادي نختار لكم 13 اولا 7 13 13 اولا 7 13 العود تروازيام غيكون عند الان ميكان ميكان هذا هو لا باس ديالي. ممكن 6 هو يدخل معاه حتى هو يعني ان 6 يعني جوج ديال الخيول ديال الفاصله هي ان 6 هي اللي اختاريتها ممكن. وكيبقاو الخيول الاضافيه راه كاين 3 وكاين 12 والكات والديس. هذا ما كان خوتي دمتم في رعاية الله وحفظه. اللي عجبو لا فيديو ماشي اللي عجبو اللي عجبو التحليل ديالي وعجبو هادي لا بأس الاخوان يديروا ديك لايك وما يشتركش يشترك في ديك القناة. هذا ما كان دمتم في رعاية الله وحفظه ومع السلامة.